طبعا احنا اتكلمنا معاكم كتير في موضوع ان اسعار اللحمه غليت 65 جنيه 75 جنيه 85 جنيه 95 جنيه وصلنا في بعض المناطق ل 150 جنيه وكمان في حمله محترمه جدا اتعملت عشان مقاطعه اللحمه اسمها بلاها لحمه لحين ما اسعار اللحمه تنخفض. كاميرا صباح الورد بقى نزلت وسالت الناس في الشارع عن رايهم في ارتفاع اسعار اللحمه وكمان هل انتوا بتاكلوا لحمه ولا بلاها لحمه؟ يا بنتي هم معاهم فلوس عشان ياكلوا؟ تعالوا نشوف. بلاها لحمه ما تشتريش اللحمه، انا خايف يطلع جشع بعد كده في الفول. اللحمه مالها اللحمه؟ ازمه صعبه اليومين دول. بلاها لحمه. ليه بلاها لحمه؟ ليه خلاص ما بقاش نشوفها؟ بطلت اللحمه خالص الواحد منها داخ من اول شهر مارس هبطل الفراخ. يعني ايه يعني افضل على طول اديها بقى اخضر؟ ده بطني اتزرع. يقدر يعيش من غير اللحمه يعني؟ لا يتعيش من غير اللحمه، في حاجات بديله عن اللحمه كلها، في فراخ في سمك. لا ما ينفعش الناس ما تاكلش لحمه، الناس ما اكلتش لحمه تموت. بس ممكن امسك على نفسي لغايه ما تنزل شويه. الشعب المصري ممكن يبطل اي حاجه غير الاكل الا الاكل. لا اقدر، ما اقدرش ليه؟ لا اقدر، طالما في سمك ناكل سمك. لا في فول في عدس. لا هناكل. بطلتها خالص. هتبطل قد ايه يعني؟ اسبوع اسبوعين شهر؟ بس مش هيستغنوا عن اللحم. التسقيه والشوربه والكوارع. بلاها لحمه، بناكل كتير دلوقتي وطعميه. بلاها لحمه ازاي يعني؟ كل فراخ كل سمك. لا هنجيب. ها؟ هنستنى الناس اللي فوق اللي يذبحوا ويوزعوا على الناس الغلاب. هناكل فول وطعميه. بلاها لحمه، مش عايزين لحمه اصلا، اللحمه غاليه. اللحمه فيها سمون قاتل. اللحمه زي العسل وزي الفل. بلاش فته السنه دي يعني، مش لازم فته. يعني الناس هتموت من غير لحمه؟ لا بلاها لحمه، ما ينفعش الواحد لازم لحمه عشان تسيسه بالطول. انت رحت عنها الحمد لله، ب 100 جنيه اجيبها منين؟ ليه؟ عشان غليت. اللحمه بلاها لحمه غاليه واحنا رخاص. الكباب الكباب الخلي يعشقوا بعض.